مارش انا جيت انا حطيت موتور الصباح يطيب كيشوف الدخان جيت بقيت عافيه الموتور مشى ولا شي واش هو الحال كيفاش مارش كاين شي موتور دوار منا جات اش من ساعه وقعت مع ديك الوحده دونك هذيك اللي تسمعوا مازال الحرق ولا صافي قوم بيا جو على ساعتين هذا شي دار 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 دونك حنا كنصوروا دابا في الحريق اللي هو في سوق الدميلة دونك حريق بوهويل اثناء مازال اصحاب الوقائع المدنيه كيتفاو هذا الحريق هذا صور حيه مباشره من سوق الدمويل حي الحسني كريم هذا هو كريم عندي شنو وقع هنا في السلام عليكم مساكين ها خويا كنشعل العافيه بعدا كيلاح واحد السيد تما كيبيع البونج كيدير داك الفيرني ديال شعلت تريبورتور بعدا كنوليو شعلت تريبورتور شعلت تريبورتور هو الاول من بعد تريبورتور شفت فات البونج كامل عاد تيجي على هذاك وداك القدر عاد ديال البونج تلاح على المحل الاخر وداك العافيه صافي وقعت شحال ديك هادشي اللي كاين وكاين هنا القرعه ديال الغاز هنا ديال البطاط القرعه ديال الغاز هنا حاولوا تا هما في الحريق هذيك ديال الفيرن هذيك الكبيره اللي كثرت دوليو كان شي كبيره عاونت في الحريق وهذيك هي كما ذلك شي عاونت في الحريق وريه لي فين هي قريبا صافي شتا شتا ولد وليت على فين العافيه هي صافي ولد دخل تم تما كانت ديك العباد ديال الغاز تا هما شعلوا فين العافيه صافي وتما بقاش كتحكي لنا حارس مازال الحرق مستمر في هذا الاثناء كما كنا قبيله سوق الدميلة حرق مهول اللي ما استطاعوش رجال الوقايه المدنيه يطفيوا هذا الحريق هذا مازال لحد الان حريق مهول اللي كيستمر في جميع المحلات هذا هو اللي كنقولوا في هذه الساعه المكان وكنصوروه على المباشر مباشره هادو الوقايه المدنيه اللي ربما طالعين في هذا المصعد هذا جابوا المعدات Thank you.
احنا لا معنا لا حق لا قانون وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.